وزارة الاتصالات العراقية تستضيف اجتماعات الدورة الثامنة للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لبحث زيادة فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق و17 دولة عربية. هنالك العمل على إتاحة الفرص للمستثمرين العرب سواء كان من هذا البلد أو من ذلك البلد أو من العراق، حتى أنه يكونوا مطلعين على المشاريع الموجودة في المنطقة العربية ويستثمرون. مجموعة من شركات القطاع الخاص والعام العراقية العاملة في مجال الاتصالات أصبحت عضواً مشاركاً في المنظمة العربية كونها لعبت دوراً محورياً في تطوير قطاع الاتصالات بين الدول الأعضاء. أعلنت شركات القطاع الخاص العراقية مشاركتها مع المنظمة، منها شركة سيمفوني وشركة إيرتينك وشركة آي كيو، وكذلك شركة القطاع العام للإنترنت مع إكمال الإجراءات أن تكون جزء أيضا أساسي في هذه المنظمة. نواب اعتبروا أن عودة التعاون مع الدول العربية فرصة ثمينة لتبادل الخبرات فيما يخص المشاريع الاستثمارية، كما أنها مردود اقتصادي لموازنة الدولة. هذا الاقتصاد الرقمي حقيقة يعني يجي داعم إلى موازنة الدولة إذا استثمر استثمار جيد، ووظفت يعني طاقات العراق في هذا المجال، مجال الاتصالات، حقيقة إمكانية لدعم الموازنة بشكل كبير من الأموال. تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لعبت دورا هاما في المنطقة العربية خاصة على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن دورها الكبير في ضرب الإرهاب وتأمين سلامة المجتمع باتباع استراتيجية موحدة. من بغداد، خمال الكاتب، الحرة.